نحن الآن يسعدنا أن نرحب بالبروفيسور كوامي أنتونو أباي، أستاذ الفلسفة والقانون بجامعة نيويورك أبو ظبي. إعادة وضع تصور جديد ومشترك للمتاحف، الفن في عصر تحديد الهوية. الفن لطالما كان له ارتباط بالهوية، من جهة نجد أن الأعمال الفنية تتواصل مع هويتنا كأطفال وكطفل. حقيقة كنت أحب زيارة المتحف الموجود في كوماسي في غانا، الذي هي المدينة التي نشأت فيها. كانت الأمور ترتبط هنا بالأشخاص الذين هناك، عاصمتهم كوماسي في ذلك الموقع. وفي أوروبا التي أعيش فيها الآن، أرى في متحف متروبوليتن بعض الأعمال الرائعة المرتبطة بذلك. هذا هو التمثال الخاص بالعصا الذهبية التي يحملها أونشامي، أو شخص يتحدث نيابة عن الحاكم. كما سعيت أيضا بالذهاب إلى المتاحف في برلين وفي لندن، وكذلك أيضا في متحف اللوفر في فرنسا ومتحف فيينا أيضا. هذا أمر بالفعل يجعلني أستشعر سعادة غامرة، خاصة عندما ذهبت إلى متحف اللوفر أبو ظبي. كلها أماكن يمكننا من خلالها أن نقدم الفن ونطلع على جمال هذه الأعمال الفنية التي تعكس عددا كبيرا من الحضارات، والتي لا ترتبط مباشرة بالهوية المحلية. يعجبني أن تكون المتاحف فكرة أرى فيها أعمالا فنية من الصين حتى لو لم تكن مواطنا صينيا، ونفكر أن هذه الأعمال أعمالنا وتتخطى الهوية المحلية وتوضح رؤية الناس للفن والمتاحف. ليس لأنني لم أفقد الرغبة في التواصل مع هويتي أو غير ذلك، لكني لقد شهدت وجودي وتواصلي مع متاحف تعرض أعمالا أفريقية. في ساو باولو وجدت نفسي في متحف أفريقي به هذا التصوير المخيف لسفن العبيد التي جاءت بالعبيد إلى البرازيل. هذا يرتبط أيضا بأصولي الأفريقية، فالبرازيليين أوضحوا لي أن هذا انعكاس أيضا لهوياتهم الوطنية، وهناك ارتباطات عميقة مع الثقافات الأفريقية حيث جاء الكثير من أجدادهم منها. أنا كشخص أفريقي وبرازيلي أستطيع الاستمتاع بذلك بكل تأكيد، لأنني على الرغم من أنني لست برازيليا إلا أنني أتعلم عن هوية في العالم لم أكن أعرف بشأنها. نعيش في عصر الهوية، والناس في شتى أرجاء العالم مهتمون بمسألة الهوية وأن تكون عضوا من الشعب. هنا في أبو ظبي مثلا لدينا، وغدا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في غانا أو في غيرها من الدول، أو في الدول الضخمة مثل الهند والصين والدول الصغيرة مثل ناميبيا وغيرها، الهوية الوطنية لها قوة كبيرة ثقافية فنية. عندما نتحدث عن الحواجز الخاصة بمفروضة من قواعد في الدستور الهندي، النزعة الوطنية ترتبط بعدة قرون مضت. وفي سياق تطور الحركات الوطنية المعاصرة، كان هناك الكثير من الفنون التي احتفت بذلك في مختلف المتاحف والمعارض الفنية، والتي لعبت دورا مركزيا في ذلك. في نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا، مع ارتفاع وتيرة الحركة الرومانسية، كان لدينا الفنانين الألمانيين أو الاسكتلنديين أو الفرنسيين، وكان هناك ارتباطا متزايدا بين الدول من جهة، والعبقرية الفنية على جانب آخر. الشاعر البريطاني ويليام وورث على سبيل المثال كتب في 1881: نحن لابد أن نكون أحرارا ونتحدث بنفس اللسان الذي استخدمه شكسبير لتعبير عن القيم الأخلاقية التي تحدث عنها ميلتون وغيره. إذن الحديث عن العبقرية الفنية والعبقرية الوطنية كلاهما كان يسيران جنبا إلى جنب. العبقرية الفردية تعبير عن عبقرية أمة أو شعب، وهذا جزء مركزي من الوسيلة التي من خلالها نفكر في رؤيتنا للوحات الفنية. لو قلت فنانا بريطانيا، أن تفكر في رامبرانت مثلا، أو تفكر في هولندا مثلا وديشارت أو مايكل أنجلو، تفكر في كإيطالي أو ميسيكالي أو غيره. ونظرا لأن كان هناك استيعابا لتلك الجمهورية في إيطاليا في عام 1861، فالإيطاليون يفتخرون به كما يفتخر الهولنديون بأعمال رامبرانت وعبقريته الفنية، لأنهم مواطنون لمملكة هولندا وجزء من إرث الحضارة الهولندية في عصرها الذهبي. لكن الفيلسوف الألماني يوان غوتفري هيدلر، الذي مات عام 1903 وكان أحد من مؤسسي الحركة الرومانسية في أوروبا، لا ينظر إلى المتاحف كمؤسسة سياسية، بل منذ تحرير ألمانيا
ولم يظهر ذلك حتى عام 1871. والأراضي الألمانية أو المنطقة باللغة الألمانية كانت تشمل العديد من الممالك التي ربما كان بها ممالك أخرى ستكون ضمن الإمبراطورية النمساوية، لأن الكثير من الأشخاص لم يتحدثوا اللغة الألمانية آنذاك، بل كانوا يتحدثون اللغة البولندية مثلا. لم يكن هناك تحديد لحدود جغرافية لها. معذرة. لم تحددها الحدود الجغرافية أيضا، ونرى لأن فكرة الجيل لم تخترع حتى 1960، فلم يكن أمرا يفرض من الجهات الخارجية أيضا. كذلك أيضا ربما أشياء معينة قام بها الشعب الألماني كأشخاص ينتمون إلى أصول مشتركة فيما يتعلق بمفهوم الخصوبة والأسرة الذي يأتي من أصول مشتركة، لكن هذا لم يكن أمرا واحدا اهتم به فقط. ما اهتم به هو الروح المشتركة، وروح تمثل أمة وتاريخ، وتم تعبير عن ذلك في اللغة الوطنية وفي الفنون وفي الثقافة. لذا فإن عقلية جوتا مثلا أو أودلين على سبيل المثال، كذلك أيضا عقلية الشخص العادي الإخوة جرومن الذين سجل تعبيرات خاصة بالثقافة الفلكلورية الألمانية أو أعمال الهامة عن التعبير عن الروح الوطنية. بالنسبة للحركة الرومانسية الوطنية كان ذلك هو الأمر الذي يجسد ذلك، تعبير عن تلك الروح الوطنية والفكرية والفنية. لهذا نرى أن ديجيت ماتت، وهو يعتبر أن هذه الثقافة الفنية والابتكار الفردي أمر غاية في الأهمية للتعبير عن الإبداع الوطني أيضا. قد تتساءلون لماذا أسرد عليكم هذا الجزء من التاريخ القديم؟ أنا واثق أنكم تفكرين في هذه الأفكار أنها ربما لم تعد تشكل استجابتنا للفنون، لكن دعونا ننظر إلى معرض في نيويورك في القرن 21 عنوانه الفن الأسباني من الجريكو، نعم أي الإغريق، من الإغريق إلى بيكاسو الذي عاش حياته في فرنسا. غوغنهايم تحدث عن مسألة الموضوعات التي تتقاطع عبر التاريخ لتعبر عن هذه التقاليد الأسبانية، وبعض الزائرين تفاجأوا بالحديث عن التاريخ الأسباني والإرث الأسباني. إذن لماذا هناك رسام اسمه دامينتو ديتلوبوس، شخص من اليونان تدرب في البندقية، مدينة البندقية، وعمل نعم في أسبانيا. لماذا مثل هذا الشخص ينبغي التفكير فيه على أنه تجسيد لشيء أساسي يعد أسبانيا؟ إن القيمين على المتاحف والعروض الفنية لا أعتقد أنهم ارتكبوا خطأ هنا، لكن هذا خطأ الكثير منا يميل لارتكابه عندما نتحدث عن الفنون. دعوني أوضح هذه النقطة بشكل سريع في عدة صور. لماذا هذا أمر خاطئ في الفنون عموما؟ جوتا، هناك اتفاق على أنه أعظم الشاعرين الألمان، أحد كلماتي اسمها ويست أديدا ديفان، وهو أيضا شاعر هام كان ما زال له دوره الكبير في ما يسمى بالحج الألماني أو جيرمان بيلجرمج. وفي العالم الجانب الآخر من العالم انظر إلى ماتيو باشوم الفنان الكبير في القرن 17 الذي كان درجة كبيرة تأثر بالحركة البوزية. هذا معناه أن كتامة أو بوزة نرى هنا في ذلك التمثال من غاندرا جزء من إرثي باترا. جعلت الأمر بهذه الصورة وبذلك العرض السريع لأننا نرى أن الأمر الأهم في الفن هو إسهامه في الروح الوطنية وصياغتها. قد تقولون أنني أعتمد هذا المفهوم، لكن المسؤولية الخاصة بصياغة ذلك الفهم واتهام هؤلاء القيمين في غوغنهايم مثلا بأنهم ارتكبوا خطأ. الحقيقة أن هذه المسألة تتخطى الحدود الوطنية وبها روابط مختلفة فيما يتعلق بالإحساس الوطني، وأعتقد أن هذا جزء أساسي من هذه الحركات الوطنية. لكن يكون من الخطأ أن نقول أنه بناء على ذلك ينبغي أن نهتم فقط بالفن الذي هو من بلدنا فقط أو يعبر عن أفكارنا، لأنه بنفس العقلية وإلى جوار هذه الجوانب الثقافية والفنية للتعبير عن الروح الوطنية، وفي الوقت نفسه لدينا تطوير للنظرة العالمية الشاملة. على سبيل المثال دوت كونت لوبان الذي كان من رموز الحركة الفنية، هذه الصورة الرومانسية، لقد مات وهو يناضل لتحرير اليونانيين من السيطرة العثمانية. البعض يتذكر دوريسيس وجزر اليونان، جزر اليونان التي
كان بها الحب والأشعار، كان بها الفن والحرب والسلام التي كان فيها رودس وغيره، الصيف اللانهائي، وكل هذا بالشمس المشرقة لديهم. إن بارت كما تعلمون لم يكن يونانيا بل كان اسكتلنديا، وقد أشار إليه ليس لأنه يونانيا لكن لأنها كتبت أشعار رائعة. النقطة الأساسية هنا أن الحركة الرومانسية لم تحتفي فقط بالجوانب الوطنية بل احتفت أيضا بروح الروح الفنية لدى أشخاص آخرين. تلك الحركة الوطنية كما قلت كانت لها نظرتها العالمية بشكل كبير، والحركة الخاصة بالبعد الوطني ربما تكون هناك مناقضة لها في ذلك فيما يتعلق بهذا الإرث والتاريخ. هذا من شأنه بالطبع الفكرة التي مفادها أنه حتى لو فكرنا في الفن كنوع من الإنتاج الأممي وليس الأفراد، نظل مقدرين للفن كتعبير عن تلك الأمم. هيدا وبارنت تشارك في هذه العاطفة التي قلت فيها فيما يتعلق بهذه النظرة العالمية الشاملة، يقولون ها نحن نستجيب إلى هذه الأغراض التي هي ملكي أنا كإنسان ولست كشخص بريطاني أو أمريكي أو أي من كان تعريفي لهوية الخاصة في من البعد الوطني. إذن هذا النوع من الإثارة والحماس فيما يتعلق بهذا الإدراك الفني يرتبط بعنصرين أساسيين، يرتبط بالنظرة العالمية التقليدية والتي تأخذنا إلى القرن الرابع عشر الميلادي والقرن الرابع الميلادي معذرة، الذي يرتبط بالمواطنة العالمية أنذاك. الأمر الثاني والذي هو بمثلة الأهمية مسألة التعليق على أن تكون في نظرة عالمية ضمن مجتمعك، لأن هذا معناه أننا مسؤولين عن بعضنا البعض بينما ما زلنا نعيش حياة مختلفة في نمطها. على سبيل المثال الحركة العالمية ترتبط بأسلوب ونمط حياة الناس وبالأشياء التي يمكن أن يقوموا بها، على العكس من الكثير من الناس الذين يفكرون في العالم كمجتمع أخلاقي. إن الحركة العالمية ترغب في تغيير الجميع ليكونوا وفقا لذلك النمط. نحن وأنا أعد نفسي من بين من الداعمين لدى الحركة العالمية، نحن مهتمين بالثقافة والأخلاق الفردية والعالمية. إذن من يدعمون لدى الحركة العالمية يتحدثون عن هؤلاء الذين يعيشون في شتى أنحاء العالم ويتوائمون مع الثقافات المختلفة، مع زيادة التي ترتبط بمقاومة الانتشار الثقافي العالمي والحفاظ على الثقافات الوطنية. لكن هذه التصورات بها بعض الافتراضات المثيرة للاهتمام. دعونا نتحدث عن الثقافة البرازيلية مثلا. لو ذكرنا الناس أن الفنون التي لابد من الحفاظ عليها عادة في المركز الثقافي في غانا في كوماسي التي أشرت إليها من قبل، يمكن أن تذهب إلى هناك تتعلم وتعرف أشياء خاصة بكونسي أن رامي، خاصة أنها ترتبط بهذا التدفق الروحي في غانا لذلك الشعب هناك. لكن لدينا أيضا الصور التي تحدثت عن بداية الأفلام الخاصة بهوليود وغيرها والتصوير لمختلف الثقافات والتي تشير وتحلل الثقافة الشفهية لأثر هوميري، وكلها عبارة عن جزء أساسي من الإرث الإنساني والبشري. لكن مع الحفاظ على الثقافة في ظل الآثار والمقتنيات الثقافية، هذا يختلف عن الحفاظ على الثقافة نفسها. فالحفاظ على الثقافة ينظر إليه أنه أمر يتم لاحقا التأكد من أن غينيا مثلا يتم الحفاظ فيها على الإرث الثقافي الموجود هناك. ما الذي يجعل التعبير الثقافي أصليا؟ هل علينا أن نتحدث عن البيسبول كابس في فيتنام أو ارتداء القبعات التقليدية في بجاو؟ أي الخيار لابد أن يكون متاحاً لهم. إذن هذا جزء من المخاطر الثقافية المرتبطة بمفهوم الحديث عن النوع الروح الوطنية للفن. إذن هنا نتحدث عن جوهر الروح الوطنية يمكن أن يثير اهتمامك في ذلك، بأن الناس ينبغي أن يكونوا بالفعل لديهم ولاء لذلك الزي الذي يرتدونه وما نسميه الروح الأصلية، وهذا يرتبط عادة بمعاملة الناس الذين لهم هوية خاصة كأن لديهم مجموعة أصلية من الأعراف والتقاليد التي تبنوها. والفن الألماني مثلا يعبر عن العبقرية الألمانية، ولو كان ذلك إحدى المعايير الأساسية للحكم على الفن الألماني فالفن غير الألماني لا يمكن أن يكون رائعا ما لم يكن بالطبع قد قام به أو أعده شخص غير ألماني. إذن الحديث عن الاستمرارية والتغيير وفكرة أن المجتمعات تعيش من دون تعيش دائما ولا بد من أن يكون فيها التغيير، فالمجتمعات التي لا تتغير تموت. إذن المسألة لربطها بالشيء الأصلي عادة ما يكون هناك سوء فهم فيها. أحدهم أخبرني بأن أحد جميع المخترات الفلية ذهب في قرية للحد قرية من إحدى دول النظري إلى
ما نسميه عن هذه الوصفات الأصلية الموجودة هناك، وتحدثوا عن يرغبون في الحصول على الصخور الأصلية التي يقومون بها. قالت أرغب في استخدام الوصفة الأصلية الموجودة لدى الشعب الأصلي في كمبوديا. قالوا لا نستخدم سوى ووتر روكس تانل، لأننا لا نستطيع أن نحصل على تفاصيل خاصة بمسألة تجذيب الجذور الخاصة بهذه الوصفة. إذن نتحدث هنا عن مسألة أننا نرغب في الحفاظ على الجانب الأصلي، لذلك مع النظرة العالمية التي تقول أن كل فنان بالفعل يعبر عن ذلك الزي وتلك الثقافة الأصلية التي يجسدها، لكن البشر يتشاركون في ثقافتهم العابرة للحدود. أناقش هذا الأمر وأقول إن كل ما ينتج من هذه الثقافات له بالفعل تأثيره الكبير، وأتفق مع ذلك. إذن نتحدث عن أبرز سوء فهم الفني في ذلك. الفن لا يصنعه الدول والثقافات، بل يصنعه أشخاص. قد يستغرق الأمر عددا كبيرا من الأشخاص لصياغة عمل فني. مثلا لدينا أعمال بيتهوفن الرائعة التي بها الكثير من الأصوات المختلفة والنغمات المتباينة، ولدينا العديد من النغمات والتعبير عن صور مختلفة ومتباينة ومشاعر متباينة، وعادة ما نكون قد نسينا ذكر شخص ما. إنه يأخذ كل هذه الأصوات وكل هذه الآلات وكل هؤلاء الموسيقيين الذين يقومون بهذه عزف هذه الأنغام المتباينة لتكون في النهاية المقطوعة بأسرها ملكه هو، لكن هم الذين صاغوها وهم الذين قاموا بإعدادها، وهذا أمر ينسب لشخص على الرغم من أن عدة أشخاص أسهموا في صياغته. إذن نتحدث عن الثقافات الأخرى وتأثيرتها في صياغة مشتركة لهذه الأعمال، ونتحدث عن بيتهوفن، ونتحدث عن العديد من الثقافات التي تؤثر على ذلك أيضا. أكثر من ذلك، الأمر الخاص بأن الثقافات الوطنية تؤثر على هذه المفاهيم ليس بسبب تغير تلك الأعمال أو أنها بصفة عضوية تترابط ببعضها البعض أو بمنتجات أخرى ذات شبه بها، إن العمق في هذه الجزئية هو ذلك الارتباط والتعاضد، وأنها ليس هناك ارتباط فقط بالجانب العضوي. فكل ثقافة لها أسلوبها، سواء تعبيرا عن بيانات عن مسائل خاصة بالثقافات والمعتقدات الخاصة بالآخرين. يمكننا بالفعل أن نتحدث كما لو كنت أتحدث كما لو كنت شخص أمريكي من أصول أفريقية، وأتحدث أيضا عن مارتن لوثر كينج في وجهة نظري. هناك بالطبع روابط عضوية في ثقافتنا، الموسيقى والفنون والكلمات والتصميم والرقصات في الأوبرا، كل هذا يتكاتف سويا ويتربط. إن هذا بالأسلوب الذي تحدثت عنه أغازان توتيكو، أو عمل فني شامل. إذن نتحدث عن ثقافة كاملة تترابط بشكل عضوي مع الماضي. الكافكا وماس ديفيس يمكن أن يعيش سويا بمنتهى سهولة توائم كافكا وميخائيل شتراوس. ترون ثقافة الهيب هوب في شوارع طوكيو أسبانيا في قلب الغرب، وبعد جيلين نرى الأمر نفسه يتكرر في الهند واليابان والشرق. جيفرسون وإرثه الغربي في الحرية والحرية الأنجلوسكسونية لم تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء جمهورية للعبيد. إذن هذه أمور واضحة على مدار القرن الماضي، لأن الكثير من الفن يرتبط بذلك، خاصة ما نقوم به عبر السنوات يتأثر بشكل غير وطني بمختلف الأعمال. انظروا إلى بيكاسو وهذه الصورة الموجودة، إنها عبقرية تخلط بين الكثير من الأمور. هذا فنان ولد في أسبانيا، استلهم من بيلي فيجرين الذي عرض عليه عمل في عرض فرنسا، في فرنسا عليه لون بارتيت، وكذلك أيضا في أمريكا دكتور شاين، واستلهم من ذلك هو والآخرون نوعا جديدا من الفن الذي يطوف العالم. ولكن أيضا لأنه يلهم الكثيرين بما في ذلك الفنانين الأفارقة وكذلك في الكونغو، وهذا الأمر مهم جدا، هذا التدوير للأعمال الفنية. بطبيعة الحال هناك نزعة شكاكة، لأن هناك العديد من الأشياء التي
نستحضرها مثل الثقافة وكذلك القيم الوطنية. لذلك نحن نعرف أنه يمكن أن تحترم هذه الأبعاد الخاصة باختلاف البشر، وهذا بطبيعة الحال يدل على أننا كلنا يمكن أن نتجاوب مع الأشياء بطريقة مختلفة، وبطبيعة الحال تجاوبنا دائما يستحث بعض الأشياء التي تكشف هويتنا. ويمكن أن نجيب عن فننا إذا قمنا بالغوص في كل عمل فني كفن حقيقي. ولذلك إذا أردت أن أعطي مثالا عن هذا المتحف الذي أدهشني، وهو كان فيه عمل فني ومعروضة فنية، وهي من كلاسيكيات السنسكريتية، وبطبيعة الحال هي توجد في مكان لا علاقة له بالكلاسيكيات السنسكريتية. شكرا جزيلا لكم.